الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل جدة للمشاركة في القمة العربية 32. خلال جولته بعدد من المشروعات بالجيزة، مدبولي يؤكد أهمية تعظيم الاستفادة من أصول المنطقة الاستثمارية بالصف. وفي أخبار الاقتصاد نتابع، وزيرة التعاون الدولي تبحث مع شركة سعودية تعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر. أهلا بحضراتكم ومرحبا مشاهدي الكرام، الثانية ظهرا في القاهرة نشرت الأخبار. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جدة للمشاركة في دورة 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تعقد بمدينة جدة. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن مشاركة الرئيس بالقمة العربية تأتي في إطار حرص مصر الدائم على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، واستمرارا لدور مصر في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك وتوحيد الصف لصالح الشعوب العربية كافة. وأضاف المتحدث الرسمي أن قمة جدة تهدف لتعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصة في ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي. وللمرة الأولى منذ 11 عاما يشارك الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية 32 بمدينة جدة السعودية، حيث تلقى الرئيس الأسد دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للمشاركة في القمة العربية في جدة. هذا ولعبت مصر على مدى تاريخها الطويل دورا محوريا مهما في تاريخ القمم العربية، حملت على عاتقها مسؤولية مساندة الشعوب العربية لنيل استقلالها، كما ظلت القضية الفلسطينية هي القضية الأولى، وكانت أول قمة عربية قد عقدت عام 1946 في مصر بحضور الدول السبع المؤسسة لجامعة الدول العربية، وهي مصر والأردن والسعودية واليمن والعراق ولبنان وسوريا. هذا التقرير يرصد محطات مهمة في تاريخ القمم العربية. لأكثر من سبعة عقود مضت يرجع تاريخ عقد القمم العربية. البداية كانت منذ تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945 كأقدم منظمة إقليمية في العالم نشأت بعد الحرب العالمية الأولى. آنذاك أصبحت جامعة الدول العربية نقطة تحول مهمة في تاريخ العرب المعاصر. تحت مظلة الجامعة العربية كانت وحدة الهدف والمصير المشترك وتوحيد الصف العربي تجاه التحديات والأحداث الإقليمية والدولية. مصر التي احتضنت مقر جامعة الدول العربية
كانت أيضا حاضنة لأول اجتماع عربي في مايو عام 1946، وعرف بقمة أنشاص الطارئة بالأسكندرية، ووضعت القضية الفلسطينية على رأس أولويات جدول أعمال القادة العرب. توالى انعقاد القمم العربية بشكل دوري وأخرى بشكل طارئ، وظلت القضية الفلسطينية الهاجس الأكبر للقادة العرب ومحور أعمال القمم العربية. فمنذ قرابة 50 عاما استضافت الجزائر القمة 66 في نوفمبر عام 1973. القمة دعت إلى الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس، إضافة إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة. الجزائر استضافت أول قمة عربية إلكترونية بدون أوراق في نسختها 31 العام الماضي، وتظل القضية الفلسطينية على رأس جدول أعمال القادة العرب رغم التحديات الأخطر عالميا وإقليميا، وفي مقدمتها الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية والأمنية والتغيرات المناخية وحروب الطاقة والغذاء. وكان لمصر دور كبير في إنجاح القمم العربية السابقة والحالية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في وقت دقيق تواجه فيه الكثير من الدول العربية مخاطر التدخلات الأجنبية، فضلا عن اشتعال فتيل الأزمات في دول الجوار. محمد شلآمي، التلفزيون المصري. انطلقت أولى جلسات لجان المحور المجتمعي بالحوار الوطني بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، وذلك غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن للمشاركة في فعاليات القمة العربية 32 بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. ولدى وصول سيادته للمملكة العربية السعودية كان في استقبال سيادته الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة مكة المكرمة، والسيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، وأعضاء السفارة المصرية وكبار رجال الدولة السعوديين. تسعى القمة العربية 32 المنعقدة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لدعم التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصة في ظل التحديات القائمة والمتعددة على المستويين الدولي والإقليمي. تأتي مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار حرص مصر على تدعيم أواصر علاقات التعاون والأخوة مع جميع الدول العربية الشقيقة، واستمراراً لدور مصر المحوري في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية كافة. كان هذا تقريرا حول زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدينة جدة للمشاركة في اجتماعات الجامعة العربية على مستوى القادة والزعماء. ونعود إلى سياق نشرتنا، حيث انطلقت أولى جلسات لجان المحور المجتمعي بالحوار الوطني بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، وذلك بمشاركة واسعة من مختلف أطياف المجتمع. ويناقش المحور المجتمعي على مدار جلستين قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، كما تناقش لجنة الثقافة على مدار جلستين بالتوازي قضية الهوية الوطنية. كان الحوار الوطني قد ناقش خلال جلساته الثلاثاء الماضي قضايا المحور الاقتصادي والتي تضمنت برامج الحماية الاجتماعية وسبل صياغة خريطة سياحية لمصر ووسائل تحفيز للاستثمار السياحي بكافة أشكاله. ولمتابعة الجلسات النقاشية للمحور المجتمعي للحوار الوطني ينضم إلينا مباشرة مراسل الأخبار مصر أحمد سعد. أحمد، مرحبا بك من جديد. لو تطلعنا على أهم ما جاء في الجلسات التي تناقش المحور المجتمعي، أيضا أبرز المقترحات، ونحن نتابع معك من بداية اليوم هذه النقاشات والجلسات. نعم،
يعني بالفعل كما ذكرت زميلي جوهر، العديد من القضايا التي يناقشها محور الأسرة والتماسك المجتمعي، والعديد أيضا من القضايا التي يناقشها محور الهوية الثقافية. يعني بالفعل ضمن هذه القضايا قضايا الولاية والوصاية على القصر وذوي القوامة، وأيضا قضايا تعزيز الهوية الوطنية والقومية للشباب والنشأة والمواطنين بصفة عامة. أيضا هذا المحور المجتمعي انطلق بمشاركة فاعلة من كافة الأطياف والتيارات الحزبية والسياسية وقادة الرأي والفكر والمؤسسات المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني وكبار الصحفيين والكتاب والحزبيين لمناقشة ووضع آلية للرؤى والقضايا والأفكار للخروج بتوصيات يتم تنفيذها خلال الفترة القادمة. يعني بالفعل هناك إجماع من قبل الجميع خلال الجلسة الأولى على تعديل القانون رقم 119 لقانون 52 والخاص بالقوامة والوصاية على القصر وذوي القوامة، بحيث أن تنتقل الوصاية مباشرة بعد الأب إلى الأم بدلا من الجد، باعتبارها هي الأقرب للأبناء بعد وفاة الأب. لتعرف أكثر عن مشاركة الأحزاب والتيارات الحزبية وكذلك اتحاد القبائل العربية المشاركة معنا الأستاذ عماد السوركي، أهلا وسهلا بحضرتك. يعني عايزين نتعرف من حضرتك عن هذه المشاركة وكيف ترى يعني الرؤى والأفكار التي يتم الخروج بها من خلال هذا الحوار الوطني، خاصة في قضايا الوصايا والولاية للقصر وذوي القوام. أولا تحياتي لحضرتك، لك كل التقدير، ولكن يعني سريعا أود أن أشير أن ما يحدث في داخل القاع حاليا هو ما يحدث لدينا بشكل يومي في المقاعد، بما أني بكل تواضع قاضي عرفي، فبشكل يومي عشرات المقاعد مفتوحة إلى قضايا الأسرة. ويمكن دعني أن أشير إلى نقطة هامة، أيضا القضاء العرفي وأيضا يحمل عبء ثقيل جدا جدا عن مؤسسات الدولة في هذه المادة بالذات. طيب، دوما نرى الأنثى في الجلسة العرفية حينما نتحدث عن الأسرة وعن الأطفال ومن الذي ينبغي له بالولاية المطلقة أو الوصية المطلقة بعد وفاة الأب، جميعا نتفق أنها الأنثى الأم. يعني مثلا على سبيل المثال لما نيجي في جلسة عرفية ونلقى أن العم أو العمة يشارك الأم في الوصايا، وهذا شيء زي ما قلنا سابقا هو مش بيجمع الأسرة وبيفتت الأسرة، وبعدين بحكم الجلسة العرفية بحكم الجلسة على قلب رجل واحد وبالإجماع نحكم بالوصايا المطلقة إلى الأم وننزع عنها من يشارك أي كان هو، حتى لو كان عم شقيق للولد أو البنت. فما يحدث اليوم طبعا هي نقطة من النقط الهامة جدا جدا اللي هي دايما خلينا أقول لحضرتك، يعني على مستوى الشعب المصري بطبيعتنا نحن حتى الريف والحضر وحتى في البادية كلنا في النهاية أسر مصرية ولنا عادات وتقاليد. الأم هي أم، وأنا أرى أن لا ينازع الأم في قصة الوصايا إطلاقا، ألا إن كان الأب موجود مرحبا، إذا الأب والأم هم شركة الاثنين يعدهم بالأسرة إلى برا الأمان. لكن حينما يتوفى الأب أجد عمة الأولاد أو عم الأولاد يشارك الأم، لا والله الأمر هذا معلش يعني أعتقد أن يجب أن الأمر هذا ينتهي. أشكرك الزميل أحمد سعد مراسل أخبار مصر، كنت معنا مباشرة من مقر انعقاد الحوار الوطني. الشكر موصول أيضا لضيفك الكريم، وعذرا للمقاطعة لضيق الوقت. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول الموجودة في المنطقة الاستثمارية بالصفة واستغلال مكوناتها على نحو الأمثل بإجراءات سريعة تحقق عائدا اقتصاديا من خلال أنشطة متكاملة تشمل تنفيذ مجمع للحرف اليدوية ومنتجع للجذب السياحي. جاء ذلك خلال جولة الدكتور مدبولي في عدد من مشروعات محافظة الجيزة استهلها بتفقد مشروع تنمية وتطوير المنطقة الاستثمارية بمركز الصف، واستمع مدبولي لشرح حول المخطط العام لمشروع تنمية وتطوير هذه المنطقة. كما تفقد رئيس الوزراء عددا
من مكونات المشروع والتي تتمثل في أحد نماذج الورش بالمنطقة الاستثمارية، كذلك فيلا سورناغا العريقة حيث تابع أعمال الترميم والتجديد التي خضعت لها. كما تفقد مدبولي مرسى النيل المقام على مساحة 230 مترا مربعا وأنشئ لأعمال الانتقال من وإلى المنطقة بالطريق النهري. وخلال جولته بمحافظة الجيزة تفقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك بقرية الودي التابعة لمركز الصف. وأكد مدبولي أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة سير المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة للانتهاء منها وتشغيلها في أسرع وقت ممكن. وأجرى مدبولي أحاديث ودية مع عدد من أهالي قرية الودي الذين أشادوا بالخدمات التي تقدم لهم والتطور المستمر لها. كما أكد الدكتور مدبولي على أهمية مراعاة التجهيزات الخاصة بذوي الهمم في كل مبنى يتم تنفيذه ضمن هذه المبادرة. وتفقد مدبولي مجمع خدمة المواطنين تحيا مصر إلى جانب تفقده لوحدة التضامن الاجتماعي بقرية الودي ونقطة الإسعاف، فضلا عن مركز الشباب بالقرية ووحدة طب الأسرة. وعقب ذلك توجه رئيس الوزراء لتفقد مجمع الخدمات الزراعية بالودي ومكتب البريد. وخلال جولته بمجمع خدمات المواطنين بقرية الودي التابعة لمحافظة الجيزة تفقد رئيس الوزراء المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالصف، كما التقى بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم. عن هذه الجولة وهذا التفقد ولقاءات رئيس الوزراء عددا من المواطنين ينضم إلي حمادة العربي موفد أخبار مصر. أهلا بك حمادة. الجولة متواصلة منذ الصباح، كنا في أحد قطاعاتها قد انتقلنا إليك وشرحت لنا شرحا وفيا، لكن هناك المزيد الذي حدث خلال ساعتين الماضيتين. أترك إليك الكلمة، أهلا بك. تحياتي لك محمد ترك ولكل مشاهدي التلفزيون المصري. بالفعل هي جولة مهمة للغاية، بها رسائل عديدة. يمكن رئيس الوزراء أكد أن هناك توجيهات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من كافة المشروعات الخدمية المقدمة للمواطنين ضمن مبادرة حياة كريمة. يمكن كان هناك ترحيب من المواطنين واستشعارهم بمدى أهمية هذه المشروعات، سواء نتحدث هنا في مدينة الصف عن مركز الخدمات التكنولوجية، نتحدث أيضا عن وحدة للإسعافات يتم تطويرها رفع كفاءتها بشكل كبير، نتحدث عن مدرسة ابتدائية مدرسة الشهيد خالد أبو سنة، وهذه المدرسة تقدم خدمات عديدة للطلاب وتخدم عدد كبير من أسر وأهالي قرية الويدي بمدينة الصف. يمكن رئيس الوزراء تجول في عدد من المناطق داخل مدينة الصف وزار مركزا في الشباب يتم تجهيزه وتطويره بشكل كبير ورفع كفاءته باستمرار. يمكن نتحدث ايضا عن خدمات ضمن مبادرة حياة كريمة بشكل كبير ضمن وزارة التضامن الاجتماعي، هناك واحدة اللي هي التضامن الاجتماعي زارها رئيس مجلس الوزراء والحديث مستمر، وهناك يعني حالة من الترحيب بمجلس الوزراء ووجوده في مدينة الصف. رئيس الوزراء تحدث مع الموظفين داخل هذه الوحدة وعن الخدمات المقدمة من خلال برنامج تكافل الكرامة للسيدات وللمواطنين في مدينة الصف. أيضا رئيس مجلس الوزراء زار وحدة طب الأسرة المتكاملة وبها مركز للتثقيف الصحي، وهو مهم للغاية لتثقيف السيدات فيما يخص بعض الأشياء المتعلقة يعني رعاية الأطفال وتوعيتهم والأسس الجديدة في الحفاظ على صحة الأطفال وصحة النشأ بشكل كبير. يأتي بجوار هذه الوحدة وحدة أخرى خاصة بالرعاية البيطرية، يعني هناك عدد كبير من المقدمة والخدمات المقدمة من خلال مبادرة حياة كريمة لجميع المواطنين في محافظة الجيزة. المراكز التي زارها رئيس الوزراء تخضع عليها تطوير بشكل كبير وتأتي ضمن خطة كبيرة للاستثمار سواء في مناطق الجيزة المختلفة أو على مستوى الجمهورية. المتابعة المستمرة هي متابعة مهمة للغاية، الحديث مع المواطنين كان حديثا قويا، المواطنين تحدثوا بكل أريحية عن الخدمات المطلوبة في محافظة الجيزة ومدينة الصف، عن الطرق المطلوب تمهيدها، عن جميع الخدمات المقدمة لهم. رئيس الوزراء وعد بسرعة انهاء كافة
المشروعات طبقا للتوجيهات الخاصه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، والتاكيد ايضا على استمرار هذه المتابعه لوصول الخدمات للمواطنين. زار رئيس الوزراء في الصباح الباكر الوحده الخاصه بالاستثمار وهي تقام على مساحه 40 فدان وتشمل عدد كبير من الورش التي سوف تتاح للمواطنين. الان نحن نتوجه الى الميناء الجافي مدينه 6 من اكتوبر واستمرار المتابعه. لسه الجوله مستمره يعني يا حماده حتى هذه محمد. اشكرك، ان شاء الله نتابع مره اخرى ما يستجد والمزيد في الخدمات الاخباريه اللاحقه. شكرا جزيلا حماده العربي موفد اخبار مصر. في اطار زيارته الحاليه الى اذربيجان، التقى رئيس مجلس النواب المستشار دكتور حنفي جبالي رئيسة برلمان اذربيجان، حيث اعرب المستشار جبالي عن حرص مصر على تعزيز علاقتها الثنائيه على الاصعده كافه مع اذربيجان، خاصه على الصعيد البرلماني بما يتناسب مع العلاقات التاريخيه بين البلدين. كما استعرض رئيس مجلس النواب الجهود التي تبذلها مصر لتذليل العقبات امام المستثمرين الاجانب. شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية بمدينة القدس المحتلة وبلدتها القديمة بزعم تأمين مسيرة الإعلام التي يعتزم مستوطنون تنظيمها اليوم، ودفعت سلطات الاحتلال بأكثر من 2000 شرطي إلى المدينة وحولت إلى ثكنة عسكرية ونصبت الحواجز العسكرية على الطرقات وأغلقت محاور رئيسة. ومن المقرر أن يشارك في المسيرة وزراء وأعضاء كنيسة من الائتلاف الحكومي على رأسهم وزير الأمن القومي المتطرف إتمار بن جفير، وقبيل المغادرة وقبيل المسيرة الاستفزازية اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال التي قامت بتفريغ المصلى القبلي من المصلين والمرابطين. يتوافد قادة دول مجموعة السبع إلى مدينة هيروشيما اليابانية لعقد قمة غدا الجمعة لمناقشة قضايا الاقتصاد وأمن الطاقة ودعم أوكرانيا. وقد وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى هيروشيما بصحبة وزير خارجيته أنتوني بلينكن، ومن المقرر أن يلتقي بايدن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في وقت لاحق اليوم لبحث التعاون البيئي والتعاون في المجالات العسكرية والفضاء الإلكتروني. في غضون ذلك أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه قد يحضر قمة السبع، حيث تلقى دعوة من رئيس وزراء اليابان. دوت انفجارات عدة فجر اليوم في العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق أخرى، وذكرت السلطات الأوكرانية أن قصفا متواصلا وقويا نفذته روسيا باستخدام صواريخ ضد العاصمة كييف وعدد من المدن داعية السكان للاحتماء بالملاجئ. كما أفادت السلطات الأوكرانية بأن المضادات الجوية تصدت للقصف الروسي وأن حطام الصواريخ أسفر عن نشوب حرائق بعدد من الأبنية. يأتي ذلك بعد أن أكدت واشنطن تعرض أحد أنظمة الدفاع الجوية من طراز باتريوت في أوكرانيا لأضرار، إلا أنه ما يزال يعمل. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تداولته رسالة صوتية على تطبيق واتساب تحث المواطنين على إحكام غلق أبواب منازلهم بدعوى وجود تشكيل عصابي يزعم عناصره تبعيتهم لوزارة الصحة ويقومون باستخدام مخدر لسرقة المنازل. وأكدت وزارة الداخلية أنه لا صحة لتلك الرسالة، وأشارت إلى أنه لم يتم رصد أي شكاوى أو تلقي بلاغات من المواطنين بشأن وقائع سرقة مماثلة، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات. بدأت اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية للفصل الدراسي الثاني، وقام لواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة تفقدية شملت عددا من اللجان البالغ عددها 431 لجنة يؤدي بها 100,000 طالب وطالبة لامتحانات، حيث تفقد مدى جاهزية اللجان وتوافر عوامل الأمن والسلامة للتيسير على الطلاب لأداء الامتحانات بيسر وسهولة. احنا حريصين دايما في كل الامتحانات ان احنا نمر على اللجان ونشوف اذا كان في اي مشاكل اي حاجة بالنسبة للطلبة والطالبات،
النهارده طبعا بيبدا امتحان الاعداديه، يمكن حوالي النهارده على مستوى المحافظه حوالي 102 الف طالبه وطالب، في 440 لجنه تقريبا على مستوى المحافظه. الحمد لله يمكن احنا بدانا النهارده مدرسه ناصر الاعداديه اللي احنا موجودين فيها، مهرين على الطلبه قد ايه. طبعا الطلبه الحقيقه ما حدش اشتكى من الاسئله وجو الامتحانات زي ما احنا شايفين، يعني من ناحيه التامين، من ناحيه النظافه، من ناحيه الاجراءات الوقائيه، كل حاجه الحقيقه ماشيه على ما يرام الحمد لله. احنا طبعا ما بنكتفيش بس بالمرور على المدارس بتاع المدن، احنا يمكن فيها هنكمل الجوله ان شاء الله على مدارس في قرى طوخ وكفر شكر، وبنكمل باقي الايام ان شاء الله في باقي المحافظه ان شاء الله للمرور على الطلبه والطالبات في الامتحانات. اخبار الاقتصاد، اهلا بكم. بحثت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط خلال لقائها مع مؤسسي ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات السعودية تعزيز استثمارات الشركة في مصر، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة وتحلية المياه والهيدروجين الأخضر. وأكدت المشاط حرص الحكومة على مشاركة القطاع الخاص بشكل فعال في تنفيذ المشروعات في مختلف المجالات. كما بحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمدينة سمرقند في أوزباكستان، بحث المشروعات التي تعمل الشركة على تنفيذها في مصر ودور الشراكات الدولية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تعزيز هذه الاستثمارات من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني. استعرض وزير قطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت مشروعات التطوير العقاري بعدد من المحافظات، منها محافظة الدقهلية وأسيوط وكفر الشيخ، حيث ناقش محددات تقييم الأراضي وسعر المتر في كل منطقة واشتراطات التنمية الحضرية في كل محافظة والدراسات التي تم على أساسها اختيار مجالات التطوير. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير أسامة الحسيني، حيث أكد عصمت أن استراتيجية الوزارة تستهدف تحقيق أقصى استفادة من الأصول وحسن إدارتها وتعظيم العوائد الاقتصادية منها. تراجعت مؤشرات البورصة المصرية على نحو جماعي متأثرة بمبيعات المؤسسات المحلية، وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنحو 0.6% متخليا عن مستوى 16750 نقطة. كذلك هبط المؤشران EGX70EWI EGX100EWI بنسب تراوحت بين 2% و4%. ختام الثانية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء بها من عناوين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل جدة للمشاركة في القمة العربية 32. خلال جولته بعدد من المشروعات بالجيزة، مدبولي يؤكد أهمية تعظيم الاستفادة من أصول المنطقة الاستثمارية بالصف. شكرا لحضراتكم، في أمان الله، إلى اللقاء.